على ام تي في، برحب فيكم بحلقه الليله من سكور يلي رح نحكي فيها عن الباسكتبول اللبناني، رح نحكي فيها عن البينبون، نحكي عن رياضه الركض وخاصه عن ماراثون طرابلس يلي رح بصير بهيدا الويكند. ولكن بدايه ترحيب بضيوف اليم شنطف. بونسوار اليم شنطف، رئيس لجنه كره السله بنادي الحكمه ببيروت. نحن وياك بدنا نحكي عن الفرق الاربعه يلي وصلوا على النتائج، وايضا عن النشاطات المستقبليه بهذا الصيف. عندنا كثير نشاطات مشتركه مع الام تي في. ريكاردو بركات، بونسوار ريكاردو. انت مسؤول عن صفحه ام تي في سبور وسكور على الفيسبوك، بدنا نحكي شو في عندنا شيء جديد على هذه الصفحه. بونسوار جورج، شو رح نحكي نحن وياك؟ عندنا ابرز شيء اخبار الفوتبول، احتفالات اليوفي مع وتشيلسي، الام بي اي مع الادوار نصف النهائيه بالمنطقتين الشرقيه والغربيه، وخسارة سان انطونيو مع الكليبرز صحيح 4-3، واخبار محليه عديده رح نتابعها بصفحه. وليز الحاج، كيفك ليز؟ انت من ابطال لبنان برياضه البينبون، وبنته لسليم الحاج نقولها ايضا يلي هو رئيس الاتحاد اللبناني. بدنا نحكي نحن وياك عن السيدات والرياضه وعن اهميه البينبون اليوم، هلا بعدكم عم تنافسوا وين صرتوا بهيدا الاطار. خلينا نبلش معك اليفا. اذا نادي الحكمه مفاجاه كبيره، 3-0 داون بمواجهه فريق يو بي اي، وبنفس الوقت عم نشوف نتائج ممتازه لرياضي بيروت بمواجهه اشانفيل يلي عنده ايضا مشاكل داخليه، وحكينا عن هذا الموضوع من اسبوعين ايضا في هذه الحلقه. اليوم برايك انت عم نشوف نتائج طبيعيه واقعيه على ارض الارض على ارض الملعب؟ اكيد لا، يعني نرجع بالتاريخ بس 3-0 واقعيه؟ لا واقعيه هلا بالوضع اللي نحن فيه، بس بترجع شهرين لورا انه كان فافوري الفريق يربح البطوله، كان يعني محسومه كانت حكمه رياضي فاينل. بس للاسف الدهور اللي صار يعني ورا بعضه وصل انه الفريق يكون بهالحاله، يعني في علامه استفهام كثير كبيره. وهون خلينا نوضح نجيب، يعني لما بدنا نوضح نقطه لانه علامات الاستفهام كثيره. اولا جونيان خزوع، طيب اليوم اتهم الرياضي ببعض الاوقات، اتهم شانفيل ربما ببعض الاوقات، طيب مين اللي يعني خلص لا بس مين قال له كلمه السر يلي قال له اياها لجونيان خزوع تفل من لبنان؟ الايجنت تبعه قال له كلمه سر. خلينا خلينا نحلك شغله من الاساس. اول شيء بتمنى حديثي ينفهم، لانه نحن مسؤولين عن جمهور كبير، عن نادي عريق اخذ 7000 شخص هول الموجودين بارض الملعب، 7000 اي مليون يمكن جمهور الحكمه، ما 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 فيك تحدده بمنطقه. وانا وجه التحيه لباتريك عون صديقي وصديقي، لكن اللجنه الاداريه للجمهور اكيد الشباب. اكيد نجيب، يعني النتائج ما بتعكس اداء الفريق. هلا اوكي كل انسان بيمرق بمشاكل، بس خلينا نبلش من هون انه عم نرجع على نقطه صفر، انه برجع باكد انه لما بدنا ننتقد ما يتوجه ضد اشخاص. نحن هيدا النادي ربينا فيه، ونحن كنا مساهمين بوصوله لهون من 93 لليوم. يعني اول شيء غلطه جوليان، قصه جوليان، طلعوا وكل الناس عم تسب جوليان وتحكي طب اوكي لا عم بتسبوا، وحتى نسب بعض الفرق ونسب طرف سياسي معين. انا مش عم بحكي، انا ما بدي اقول ما بدي لا نجيب انا معك، بس انه يعني بس هلا ما بعد شهر ما نعرفت الحقيقه بعد يا خيي. اي حقيقه؟ ما بعرف. قطع مهله ما دفع مصرياته فل، يعني اخر شيء لما رجينا يقال انه قبضهم كاش. مش مزبوط الحكي، مش قابض مصرياته كاش، واكبر برهان لو قادرين يجيبوه كانوا جابوه. هلا عال هن بيقولوا، يعني كان في عنا اجتماع لجنه وطرحنا الموضوع الاسبوع الماضي كنت معهم، بيقولوا مرق ايه مزبوط مرق شهر وخمس ايام. طب ليه بدك مرق شهر وخمس ايام ما تفعله؟ انه عندك حدا من جوليان اساسي بفريقك، يعني ما فهمت انه كيف انت عندك شخص اتوه هو الادفانتج تبعك بكل شيء بدك تعمله، بيقطع شهر وخمس ايام ما بتامن له مصرياته بفل. نرجع بنقول تاخرنا 24 ساعه ولا 12 ساعة. يعني من هون خلينا نبلش انه قضيه جوليان، لما كنا عم نحكي انه يا جماعه مش مأمن البادجت، تعالوا نجمع ايدين الكل مع بعض، صرنا بدنا نفوت سياسه ونقل الباروده من كتف لكتف، وكل واحد عم بيجي يفوت ايك سياسي على النادي. خي نحن انت بتشوط بالايدتين ولا بايد وحده؟ بايد وحده. بس انا لما جيت نجيب شعاري كان حزب نادي الحكمه، هلا وصلنا له. طب يعني فال جوليان لانه ما في مصاري، اللعيبه ما عم يقبضوا، طب اوكي خلينا فاذا هيدي اول نقطه، هي القصه انه ما قبضوا مصاري. يعني هلا ما في شك انه برجع باكد نديم وجوزيف والشباب وحتى طارق وكلهم عم بيقتلوا حالهم تجيبوا مصاري. بس يعني اذا انت عندك تجمع قوتين مع بعضهم تقدر تامن مصاري على 10 سنين، هيدي وصلينا لانه هيدي نقطه ما حدا بيعرفها. هيدي نقطه، هيدي نقطه من انا برايي انا كنت بدي اعرف جوليان خزوع 100% من انت. يعني اذا في حدا اكيد البريزيدان هو نديم حكيم وامين السر جوزيف صديقنا، وكنت تلعب انت وياه بنادي العمل، وكنتوا لابسين ام تي في، بنعرف بعضنا من 40 سنه مش من اليوم. بس اليوم انت مسؤول عن ملف كره السله، الاتهامات لازم توجه لك. ليه انا ماني ما قلت انا قلت ما في كيمستري مع المجموعه الموجوده ابدا. انا نجيب بدك تعرف انا
مغيب غصبا عني ما عم بقدر يكون بنادي الحكمه لانه انا ما في اشتغل مع ناس ماني انا وياهم على على بنفكر زيت شيء. واكبر برهان النتائج اللي عم بتصير هلا. يعني جورج شو رايك بالموضوع؟ يعني انت ايضا عم بتابع الملف. اول شيء اصلا خبريه انه جوليان خازوا كان طامع انه يلعب مع منتخب استراليا تيلعب معهم بالاولمبيكس، تبين بعدين انه ما تم اختياره اصلا من قبل المدرب الاسترالي ليلعب مع المنتخب. هذه خبريه بنص. بس لهلا اذا هيك عم بيقول لي اليوم انه لكن الحكمه ما راح يرفع دعوى على جوليان ابدا لانه معه اثبات ساعتها جوليان انه انا مش قبض مصاري. ممكن يرفع بس انه انا برايي اذا قطع شهر وخمس ايام دعوى ما راح. هلا الشباب باللجنه اكيدين انه بيقدروا يوصلوا لنتيجه، انا شخصيا بقول لا، اذا قطع المهله شهر وخمس ايام هذا بيقدر في دائما بيروح عماله اللاعب، اذا اللاعب مش اخذ حقه ماديا كمان هون مشكله كبيره رح تصير. انتم اخذين حقكم ليز برياضه البيبون بلبنان؟ يعني بعتقد رياضه البيبون مثل غير رياضات بلبنان حقها شوي مأكول، بس البيبون بما انه لعبه فرديه يمكن ما بيفوت فيها هالمشاكل الكبيره يعني بين انديه كبيره، اكثر شوي على الصعيد الفردي بتصير القصص وعلى صعيد معين كمان عم بتصير اليوم عم بفوت ناس ويطلع ناس. بس الابطال انتم مع بعضكم بتحبوا بعض كثير منيح. ايه اكيد واليوم عندنا نشأة كثير مهم برياضه البيبون كان عند الشباب. مزبوط. اسم الله جنوب اليوم عندنا عدد كبير من الامطار الجنوب بنوجه لهم تحية. مزبوط. وأنتوا عم تلعبوا في الأندية، في أندية عديدة عم تكون موجودة على الساحة. مزبوط مزبوط، خاصة النشأ الصغير هلأ تحت 12 سنة كمان طالع فريق مستوى لا بأس به أبدا. مين وين عم تتمرنوا وكيف عم بتكون التمارين تحت الشرف؟ شخصيا بنادي الأدب والرياضة بكفاشيما أكيد. هلأ هالفترة يعني مقصر شوي بتمريناتي آخر شهرين بالجامعة. كيف عم بيرضى سليم هيك؟ سليم مشغول بغير اشي هلا، ما كثير بركز عليه. بدي امن مصروف البيت لانه كل المصريات الشغل تبعه عم يروحوا على الاتحاد. كل حلقه بيكون في رياضه معينه وبنرجع من عيد. بتعرف انت دائما بالوقت تكون معنا زيت القصه انه خيي بتروح على قطر، اذا واحد على كل بكل اتحاد اذا ما عندك لعيب بيروحوا بجنسه من افريقيا تيخلقوا سبور تيطوروا. نحن عندنا تالنت بلبنان، كان عندنا كيفن شحوسر عم بيلعب مع اهم مدرسه تنس بالثمانينات السويد. نعم عندك فوتبول كله خيب بيركض واحد بيشحد ورئيس الاتحاد بيقتل حاله والدوله وين؟ طب ما عم بفهم بيصرفوا يعني الدولة بتصرف مصاري على كل شيء في محلات إلا بسبور، هو سبور أكتر شيء بيقلب بيعكس وجهة البلد. هذا اللي حكيناه مع جهاد سلام ومع الأصدقاء حضرت الأسبوع الماضي مميزة كانت مع البريزيدنت شربل سلام. إن شاء الله تعمل إيه أوكي أشخاص اليوم مات مثلا اليوم الصبح كمان بدنا نوجه يعني إلا روح أحد الأصدقاء ببكفاية اليوم كمان ورا السرعة مات شاب ببكفاية اليوم بهيدا الإطار لأنه ما حدا عم بيتعاطى مع الدولة اللبنانية ما عم تتعاطى مع الشباب اللبناني. فاذا دوله مقصره معكم انتم كمان ما في مصاري يعني. حتى من فتره كنت مستضيف زميلتي معي بالصف لورا معربيز كمان كانت بطله لبنان بالايس سكيتنج كمان مثل ما كان عم بقول لورا بتطلع من جيبتها وبتروح على المانيا 100% كنا بنفس الحاله تقريبا. جورج خلينا نتابع معك موتو جي بي قبل ما ننتقل لريكاردو تنحكي على صفحه هلا سرعه بس نحكي سرعه بس مكونني بحلبة. صحيح ما قلنا من اسبوعين ايضا قلنا انه في 15 مليون حدا يجي يحكي معنا انه وين في ارض تنقدر نفوت بمشروع ما حدا باله بالبزنس بلبنان. جراند بري خيراز باسبانيا الجوله الرابعه على بطوله العالم بالموتو جي بي منتابع سوا ابرز اللي صار فيها. الاسباني خورخي لورينزو كان الافضل هالمره، دراج فريق ياماها كان عم يفوز لاول مره بهالموسم، هو انطلق من المركز الاول وحافظ على صدارته من البدايه للنهايه ليفوز بهالسباق امام مارك ماركيز بطل العالم دراج الهوندا بفارق 5.5 ثواني، بينما تمكن الايطالي فالنتينو روسي من تصدر ترتيب بطوله العالم من احراز المركز الثالث ودخل روسي التاريخ لانه صار البوديوم رقم 200 له بمسيرته الرياضيه الحافله، وبعده متصدر ترتيب بطوله العالم بفارق 15 نقطه مواطنه أندريا دوتي جوزو الإيطالي. يعني عن جد معجزة فالنتينو روسي من بعد ما توقف 3-4 سنة مش وقف يعني بس عم بيرجع يعني بس رجع عم بيلعب ضد الصغار. شو ناوي تلعب سنة الجاي؟ يا ريت سنة الجاي بس على كل حال صراحة أنت عم بتكون موجود بنادي الحكمة بس بدنا نردك مش للأصل الأصل لأن الأصل هو بكسروين بدنا نردك على عمل كفاية شيخ سامي هلا اكيد نحن معه قلبا وقالبا بنادي العمل بكفايه لانه هذا النادي كمان نحن كان لنا دور كبير بانطلاقته زد 92 لما احرزنا اول لقب من 27 سنه ربحنا على المولاسال فاينل صح نادي العمل بكفايه بالقلب هلا ام تريز حكمه وعمل بكفايه لا ما كله بيلحق بعضه كله بسبور كله بالقلب سبور نحن هذا حياتنا نحن خلقنا بسبور رح نموت بسبور صح. ريكاردو خبرنا عن صفحه ام تي في سبورتس عم تحكي عن اليم شنتف ولا ما بتقدر تعرف انه قد ايه
يفوت لعنا وقت يكون إلي معنا بالحلقة؟ هلا بس هذيك المرة حطينا إنه إلي إجا من شي شهر قال بشوي طلعنا يمكن شي 100 فولوور أكثر من بعده. هلا أكثر شي الإم تي في سبورتس عنا شي 8000 فولوور أكثر بشوي اللي احسن من غير سبورتس تبعي يعني ما بدي اسمي غير لا طيب نحن بدنا نحكي عن صفحتنا نحن عم نحط لنا فيديوز اون ذا سبوت عن المباريات المهمه عن الفوتبول ماتشز كيف اذا بفوتوا جول دغري 5 6 سكندز دغري عم بيطلع نوتيفيكيشن للجمهور مثلا ماتش تشيلسي امبارح هذا هدف ادن هازارد دغري حطيناه وحتى ذا سيليبريشنز ات ذا اند اوف ذا ماتش حطيناه هون دغري يعني انت اخبارك اليوم طالع بدها تكون على صفحه ام تي في سبورتس دغري يعني ام تي في بيتنا بجيب انت بتعرف صح احنا بالام تي في هون من ام تي في عام 91 من ال 91 نحن وياك طيب الي تنرجع فاذا للملف وبنرجع لريكاردو اللي بيعطينا انا فاذا الفيديو اول شغله صارت على سر خير وعند عم بيكون عندك اخبار عم بتتابع كل الاخبار الانترناشونال سبورتس عنا موست اوف ذم يعني موست اوف ذا سبورتس عم نقدر نتابع طيب اليوم التعليقات والتحديات من المحليه شو مين عم يحكي معك اكثر مين بده اكثر شيء محليه انه يوجوالي في كلوبز بيطلبوا منا تو سبونسر هلا عم نساعد قد ما فينا اوف كورس بس اللي ما عم نقدر نساعدهم ما بعرف كيف بس كلهم عم يحكوني نحكي عنهم يلي ما نقدر نساعدهم نحكي عنهم طيب الي فاذا ملف جوليان خزوع توضحت الصوره نهائيا طيب انا في بعض الزملاء شغلتهم وعملتهم من على بكره والظهر وعشيه حكمه من طرف سياسي معين انت بعدك مصر لهلا تفوت بالحيط وتوقف كل العالم ورا مع بعضهم طب هل ممكن بعد تتخلي كل العالم تكون موجودة كلها سوا تحت راية نادي الحكمة؟ يا خي هاي النفسية طب ليه مصر على هذا الموضوع؟ هاي المريضة اللي موجود لأنه ما رح نقدر نتقدم يا نجيب أنا برجع بقول إذا النادي رح يندار هلأ من دار أوكي من شخص هو عم بحط أكترية التمويل مشكور استاذ جورج شالهوب مظبوط ومؤسس نديم حكيم رئيس النادي نديم هو ممثل استاذ جورج شالوب بالنادي يعني اذا بدك نديم حكي مع جورج تحط مصاري طب بس ما تنسى لا في عندك القوات اللبنانيه عم يا خي القوات عم بي عم بي عم بيحطوا اسم صغير اوكي طب عندنا مشاكل بالدفع ما عم نجي ننتقد الجماعه بس عم نجي نقول انه نحن لا ما عم بنتقد حدا بس عم بقول عم بنتقدك لك ليه مصر انه تخلي كل العالم ترجع تلعب يا نجيب خلال الموسم ثلاث اربع اشهر ما كانوا عم يقبضوا اللعيبه بعدين بيجي مصاري بيسكروا لحد ما دفعوا لجوليان فال وغيره وغيره وصلنا لليوم يعني ما عم بفهم انه اذا شايفين حل قدامنا لا بدنا نجي نقول ما بدنا هذا الحل وبدنا نحن نمشي بالقوه نمشي بحلول مانا صالحه وما بتحل انت مقتنع نتيجة. انه انت الحل تبعك ناجح اكيد انا عندي برنامج عمل انا ما بيجي بحط حلول شو ما كان طب هذيك السنه خسرنا بالفاينل مزبوط مع الرياضه مع انه لعبنا جيم 4 اوكي بلا اجانب الرياضه عارضوا غلبونا وجيم 5 ربحوا يعني نهيوا سيريس 4-2 طب السنه كمان وصلنا على الدومي فينال على الفينال اكشلي على الفاينل فور قطعنا الهومنت من بعجيبه وهلا مع يعني مع بيبلوس انا ما بقدر احضر ماتشات عم باخذ حبوب اعصاب لما عم بشوف فريق عم بيكون هيك يعني مش مسموح نادي الحكمه صارف 4 مليون ونص بسنتين ما قدر يعمل فاينل السنه 3-0 نحن طب اوكي بتقلي جوليان فال يا خي اوكي اساسا ما لازم يفل ما نجي نلوم جوليان ما لازم يفل طب اوكي تكنيكلي فايت على فاينل فور انت وعارف كل العالم ناطرينك على الكوره لانه كل العالم لما تربح الحكمه كان اربع اشهر العالم وهذا سيناريو المباريات حكينا عنهم شخص مهم جدا بالنادي من اربع اشهر قال لي مين رح يلعب مع مين ضد مين فينال وقال لي نتيجه طب كيف يعني انت بتغير اجانب بتشيل بانيجل وستوغلين قبل باربع ايام طب طرحناها باللجنه وحكينا قال انه ما بينطقوا طب خي ما بينطقوا برجع بقول لك انت رئيس لجنه كره السله لا انا نجيب طب بدي اقول لك اكثر من هيك انا بسهره الحكمه ما حدا دق لي قال لي عني سهره بالكازينو لهالقد ما بده اياني يكون موجود يعني انا بدي اكون مع ناس انا نادي الحكمه بقلبي وبحياتي ما بيجي بتصور على الكراسي انا مثل غيري كله بيجي ليتصور انا خي هيدا النادي بحبه من قلبي وكنت ضل اقول نادي الحكمه شقفي من قلبي وقلت رح زيه على جنب تما سبب مشاكل للباقي بس هلا ما بينسكت يعني الوضع اللي موجود انا برايي بدها خطه انقاذ للنادي لانه بالسنتين اللي صارفين فيهم اراوند 4 مليون دولار وفي عندك ديون هلا 500-600 ألف انه يعني والنتائج وين؟ كيف بتغير اجانب انت؟ تكنيكلي مين عم بحاسب مين؟ طب الجهاز المحلي هذاك الاجنبي كان فايت بقصص ممنوعات كثير بشعه يا اخي طب ليه قبل ليه قبل بجمعه اكتشفت بشهرين بس انا سؤالي ليه قبل بجمعه اكتشفت انه هذا زلمه بشهرين بعدين انه هيداك سيلفش انا برايي انا زلمه عايش بالسبور كل حياتي انا برايي الفريق بيلعب مثل ما الكوتش بيعلمه ما حدا يجي يقول لي
هيدول ما بدنا حدا نحن بس نحن ما بنلوم حدا خي عم بحكي تكنيكلي هلا اذا ما بدنا نحكي تكنيكلي خليني اطلع مثل كوتش ام بي اي اقعد معك وحط الزيقه على تمي وتسمع انه اخر شيء يا بدك تدوي تحط ايدك على الجرح وتلاقي له حال يا بليها كل الخبرية واخر شيء يعني اريح اذا بليها بس ما بنقدر تكون لانه صراحه نحن اذا مثلا ببرات لبنان الملام الاول هو انت لانه انت مسؤول عن الباسكتبول بس انا ما مش مرغوب فيه خلص حكينا الموضوع وفهمنا حطينا نقاط على الحروف بس تكنيكلي في علامه استفهام كثير كبيره عن النتائج واللزي وين كل ما يطلعوا على التي في ايه فال جوليان ايه انضرب اكس طب خيي انت عامل فريق مكلف مليونين ونص متكل على عيب واحد يعني ما فهمت يعني اذا جوليان عصته بارخشي بدينته نهار الماتش خلاص راحوا المليونين ونص يعني اوكي ما في ملامع حدا بس لازم هذيك سنه قلنا بدنا محاسبه خسرنا 4-2 قلنا خيي حاسبه قال لا 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 مرة طب السنة شو يعني ما بتقطع بلا ما يتحاسب الأشخاص خيي في حدا عم يشتغل ببلاش لا بس سؤال يعني أعلى معاشات بيقبضوها بالحكمة طب أوكي حاسبه اللي ما بيعمل نتيجة يسألوا خيي ليه النتيجة هيك معك حق بهذا الإطار معك حق خلينا ننتبه معك يوفي يوفي وتشيلسي سيلبريشن أكيد بانتظار بي اس جي الأسبوع المقبل وبرشلونة الأسبوع اللي بعده يعني صعب على بعد الدوري الإسباني لأنه في مباراة بارسا أتلتيكو هي راح تحدد هوية الفايز بعد في لقاء صعب للريال مع فالنسيا بس 6-0 8-0 هيك شوي بس على كوردوبا وعلى فرق غرناطة تنشوف نشوف الشامبيونز ليج هلا 3-4 اليوفي ارتاح هلا صار يركز فول فوكس على دوري الابطال نتابع سوا ابرز الاحتفالات اللي كانت عم تصير باوروبا مع انتصارات اليوفي وتشيلسي انتصارات اليوفي كانت بلقب الدوري الايطالي وهون اللغط الكبير 33 لقب او 31 لقب لانه اليوفي بيعتبر انه ربحان 33 حرموه من 2 لصالح الانتر معطر لانه مش مزعبر اما على صعيد الدوري الانجليزي تشيلسي كريستال بالاس اللقاء اللي حسمه خوسي مورينيو 1-0 ادين هازارد كان عم يسجل بهالجوله 35 روبن ابراموفيتش كان سعيد جدا اكيد مالك نادي تشيلسي الروسي الجنسيه والاحتفالات انطلقت مباشره بالملعب وخارج الملعب ايضا اللقب الخامس بتاريخ نادي البلوز 3 بقيادة خوسي مورينيو اللي عم بيرجع عيد الانجازات لهالفريق اللقب الثاني لجوزي مورينيو بهالموسم بعد كاس رابطة الاندية الانجليزية المحترفة احتفالات مبروك لبوتين يعني كانت عم تصير بلندن مبروك لبوتين على الانتصار بالدوري الانجليزي الحال بس على كل حال مش بس هو يعني معروف انه ابراموفيتش بوتين يعني بس انه مش هون الخبرية انه مدرب فريق تشيلسي معروف انه من اكثر المدربين مكروهين بالعالم بس هلا بعتقد صار في حدا مكروه اكثر منه حصد هذا الويك اند فوق ال 200 مليون دولار ماي وذر عم نحكي عن فلويد ماي وذر البوكسور الامريكاني 38 سنه نجيب 48-0 لهلا ولا ماتش خسرانه هذا مش مشكله بس هذا قبض فوق ال 200 مليون 120 مليون دولار هو اللي عرف عنه ما عدا الدعايات وغيرها رح نتابع مثل ما بليله وحده بالام جي ام 120 مليون دولار كنا بنعمل نادي الحكمه بنربح فيه الام بي اي 120 سنه وصفت مباراه القرن فعلا بالملاكمه للوزن الخفيف بس هون على كل حال انه في هيك انه مباراه القرن ماديا اوكي بس انه هي بيضخموها كمان بيجيبوا دعايات وبياخذوا مصاري انا عندك هوليفيلد تايسون عندك اكيد الوزن المفتوح بعده اهم شيء بعالم الملاكمه بس بضل كمان بس اخذ الضجه كثير هيدي اخذ الضجه 120 مليون صحيح صحيح من وراء الدعايه الكبيره اللي عملها يعني الميديا بامريكا بتعرف شو بتعمل رح نتابع سوا صور على المباراه المنتظره كانت بين باكياو وميوذر بداية منشوف أجواء لاس فيغاس والام جي ام سنتر الشهير جدا ولاحظوا الجماهير كانت ناطرة هالمواجهة الفلبينية الأمريكية جماهير فلبينية كانت موجودة بلاس فيغاس لتدعم عن قرب بطلة فلويد أو بطلة مانويل باكياو 36 سنة المواجهة انطلقت وكانت الأشرس بالتاريخ بهالوزن وبعد قرار الحكام بحسب النقاط من دون كي أو من دون ضربة قاضية فاز فلويد ماي وذر كما هو متوقع كان بعملية بعمليه الاحتكام الحكام لانه تيتتهم عطوا النتيجه صحيح وكمان كل شيء مراهنات كانت عم بتروح لماي وذر بهالمنافسه يتغلب على باكياو وصار 48-0 بعد ما معه ولا اي خساره البطل الامريكي ومثل ما قلنا فقط 120 مليون دولار حط بجيبته وعائدات هالمباراه 400 مليون دولار من الاعلانات يعني 16500 لواحد دفع 1500 دولار في هذه المباراة وعلى البي بير فيو 89 دولار هذا اللي نحن بلبنان عم نطلب 6000 ليرة بالشهر عم بيعملوا اضراب ضدنا وعم بيعملوا حرب ضد التلفزيونات لبنان هذا للأسف يلي بتشوف وين عالم بتتطور بمكان وين عالم ترجع لورا
بمكان اخر. ليز قبل ما نختم معك، انت كنت بطله لبنان من سنتين وهلا قريبا عندكم بطوله جديده مزبوط. علنيه درس ما درس هيدي ما في عذر، بدنا نرجع نربح البطوله ان شاء الله خير. المنافسه مع مين عم بتكون في هذه البطوله؟ هلا سيدات حاليا يعني قطعت فتره شوي استاد القصه ستاجناسيون، بس مع عوده ماريانا سهاكيان ومراك خوري عم النادي الندوه رجعت القصه شوي، تصير منافسات محتده يعني بين جميع السيدات يعني توب 8 تقريبا، فان شاء الله خير. هلا بتقدروا تعملوا نتيجه ان شاء الله خير. كلمه اخيره بتوجهيها للوزاره، الاتحاد ما فينا نوجه كل يوم عم بتشوفي رئيس الاتحاد اكشلي لا يمكن عم شوف الوزاره اكثر بتشوف بس خليني اقول شغله لشريف جنطف، يعني انا من اكبر سبورتيف نحن مع بعض من اكبر مشجعين الحكمه من ايام الله يرحمه مسيو انطوان شويري كمان. بالنسبه للوزاره والاتحاد يعني ما بعرف شو فينا نقول، يعني مشكلة السياسة فايتة بكل شيء، بكل الرياضات، بكل حتى بالبيئة بالسياحة، يعني بالنهاية بدها نفضة للبلد كله، بدها حرقة بس بركي بضل في ان شاء الله. ان شاء الله خير. شكرا لك، نشوفك قريبا جدا من بعد ما تحقق انتصار ببطولة لبنان. هلا رح نتوقف مع بريك وبنرجع معكم بالقسم الثاني من سكور. رجعنا معكم من جديد بحلقة سكور لليلة مع إليم شنطة في ريكاردو بركات جورج سويدي وعلي خزعل بينضم لنا بهالقسم الثاني. مساء الخير علي. نحن وياك بدنا نحكي عن نص ماراثون طرابلس الدولي 2015 اللي عم يصير للمرة السادسة، بدك تحكي لنا هيك كلمة على السريع عنه إذا بتعمل معروف. نص ماراثون طرابلس الدولي السادس مرة عم يصير، حيكون برعاية معالي وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي بمشاركة. السنة الماضية كان عندنا 25,000 اسم الله كانوا عم بيشاركوا. هلا ركضوا ال 22,000 ال 25 ولا لا؟ نحن اللي بيشاركوا بال 21 كيلومتر فاصلة واحد هن تقريبا بحدود ال 600 عداء، والباقي بيتوزعوا على السباقات الثانية اللي هن وعلى السيلفيز إذا بدك هيك. عندنا سبق المرح بيكون في أكثر مشاركة، عم تشوف الصور لا صح عم تشوف اسم الله قد في ناس على 7 كيلومتر لا خي نحن حنبلش بسبعة الساعة 7 وربع مع سبق الكراسي المتحركة، بعدين الساعة 7 ونص حيكون سبق النص ماراثون ال 21.1 كيلومتر، بعدين الساعة 9 ونص عندنا 7 كيلومتر للمحترفين سباق النخبة الإليت، بعدين 10 ونص عندنا سباق 13 سنة ومدون مسافة 3 كيلومتر، وعلى الساعة 11 حيكون سباق المرح الفورفان حيكون في أكبر مشاركة. يعني اسم الله يعني الأعداد عم تكون أكثر سنة من 25,000 بتصور أكيد أكيد في كل سنة عم بيزيد. بعتينا نسجل لهلا ولا لا؟ التسجيل بعده لسبعة الشهر وين؟ بسبينس طرابلس وبكل فروع محامس الأمين. واللي بده يتسجل بعد هالسبعة الشهر بيقدر يتسجل بمعرض طرابلس رشيد كرامي. فاذا بنطلب من الجميع يلي بحب يكون موجود بطرابلس الاحد خلي يكون موجود من هلا بالتسجيل بالاماكن يلي عرض عليه. هلا رح ننتقل لك جورج وبدنا منك تعلق انت والصديق اللي مشان مثل ما كنا نعمل بالام تي في بالزمانات مع صديقنا روبير عماد على الام بي اي، بدنا نشوف صور شيء لسان انطونيو والخساره الكبيره لسان انطونيو. شوف مباريات اليوم صباح اليوم الطازه اكثر شيء يعني اخر مباراتين اول مباريات الدوره النصف صحيح دور نص النهائي واشنطن مع اتلانتا وعندنا جولدن ستيت بمواجهه منفي. وفعلا سان انطونيو كانت مفاجأة حرام خرجوا من دور ربع النهائي الى البلاي اوف. رح نتابع سوا صور المواجهات اللي صارت صباح اليوم. وبداية من لقاء واشنطن واتلانتا اللي كان عم يصير باتلانتا اللي الفوز كان لواشنطن خارج ارضه 104-98 برادلي بيل 28 نقطة وبول بيرس كمان اللاعب المخضرم كان عنده 19 نقطة. شو هالفريق اللي بقي على مدري كم سنة ما يقدر يعمل بلاي اوف هلا سنة وصل يعني بعد صح. عنده دور بيصير على الفاينل تبع اما اللقاء الثاني رح نتابعه ستيفان كوري لاحظ ملة التمريره من ورا ظهره هون رائع جدا ستيفان كوري عم بيقود مره جديده فريق جولدن ستيت للفوز على ممفيس غريزليز 101-86 بجولدن ستيت وعم بيسجل بهالمباراه 22 نقطه 18 لكلي تومسون وثنائي فريق ممفيس زاك راندولف ومارك جازول كان عم يسجلوا 21 نقطه على التوالي. كوري بتصور هو الام في بي وابرز لاعب عم بيكون بهالموسم تفوق حلو هيدي اللي زدت بس في تغيير في تغيير وفي ثبات وفي كل واحد عارف حاله شو بده مش اللعيب بده يكون هو مدير وكل شيء ما فينا نقارن نحن ولا باي طريقه فيك تقارن بين الباسكتبول اللبناني وبين الام بي اي كثير بعاد نحن يعني ما بدي اقارن بس انه كل واحد يلعب باللعبه تبعه بفكر يطلع على المريخ يعني انه نحن ما عندنا شيء منظم ما في شيء ظابط ما في شيء راكب بعدها بنحكي سياسي وطائفيه واحزاب
بدك تعمل سبور ما بحياتك فيك تعمل سبور نجيب. طب اليوم برايك طب اذا بدنا نحكي كلمه عن ثاني دومي فينال قبل ما نرجع نشوف الحل مع الحكمه، عم نشوف خلاف مثلا بقلب نادي شونفيل بس ما كثير اثر على نتيجه الفريق، هلا يعني الرياضه اقوى منه ما في شك، بس هذا الخلاف ما اثر على اداء الفريق. طب ليه عم بياثر بعدين الفريق؟ اول شيء ماديا مأمن كله عم يقبض مصريته، هي اكبر سبب تخلق بلبله. ايه انه لعيب ما عم يقبض بيصير يطلع ما له جلد يتمرن او بيحكي كلمه الكوتش ما برد عليه او يعني هذه مشكله كبيره مش موجوده كيدون اردون يعني لازم. في مشاكل اداريه عم بحطوها على جنب لانه عم يلعبوا سيريس مهمه، وانا برايي نتائجهم كثير منيحه شوفي، ما حدا كان بيتوقع انه السيريس تبعنا تكون هيك والسيريس الثاني تكون هيك، يعني كله كان عم بي عم بيجري 3-0 هونيك وهون تكون النتيجه هون 3-0 تعادل. ايه هلا يعني عندك يعني ما فينا نقلل ابدا من اليو بي اي، يعني شونفيل على اليو بي اي عم يعمل اداء كثير جيد والمدرب جيد حضر كثير منيح. انا برايي الكوتش تبعهم الام في بي تبع الليج، وانا سالت يمكن معك نجيب حكيت قبل انه ليناد احسن كوتش موجود بالليج هلا وبرهن عن هالشغله يعني. طيب ريكاردو مين افضل رياضات عم يتم متابعتها عبر ام تي في سبورتس؟ على الويكند اكيد كان كل شيء عن فلويد مايويذر ضد باكاوي، بس يوجوالي فوتبول كلهم عم بيحبوا الفوتبول، برشلونه اكثر شيء عندنا فانز كرمالك باين في عندنا جورج صغير قائد الحمله هو الليدر تبعهم. وبدنا نوجه ايضا تحيه لجابرييل نبيل المرضي اللي عم بيكون معك هو البروديوسر البرنامج كمان عم بيساعدك كيف هلا شايفين على الشاشه كل شيء عم نحط امبارح حطينا اون ذا سبوت هازار وقت تفوت وقت تشيلسي دي ستارتد سيليبريتنج مايويذر هون وقت ربح كل شيء انت لوكلي عم ناخذ ايفنت بس ناقصه سبونسر هلا بركي بنشوف استاذ ميشيل ابي رامي اذا بيكون اذا بيكون معنا بدنا حدا بس تو سبونسر تو بوست ذا بيبل ذا فانز اون ذا بركي نعمل كومبيتيشنز كمان اكيد هالصيفيه بدنا نبلش كومبيتيشنز مثل هذيك الصيفيه بدنا نربح بالتعاون مع انتريز اكزاكتلي للموت بنعرض مسابقه هلا بالتشامبيونز ليج مين رح يربح البطوله بركي بنشتغل عليها يعني بكره بنعرضها بكره بنبلش بنشوفها على بكره بنطلقها عبر الصفحه تبعنا. خلينا نتابع شو صار بنادي الصفراء. بنادي الصفراء كان في العشاء السنوي واكيد كان في حضور شخصيات سياسيه ودينيه واجتماعيه، بنتابع سوا ابرز اللي كان عم بيصير الاسبوع الماضي بحفل نادي عشاء حفل النادي الصفراء السنوي. إذن بحضور شخصيات سياسية اجتماعية دينية ورياضية ورؤساء وأعضاء اتحادات، ربيع فراج رئيس النادي نادي الصفرة كان عم يطلق كمان مرة جديدة حفل العشاء ليأكد على دعمه لنادي الصفرة. أكثر من 40 سنة صار له النادي بخدمة المنطقة وشبابها والرياضة بشكل عام، وكان هناك تكريم شخصيات داعمة للنادي خلال الحفل أيضا، وكان حضور للصحافة الرياضية بلبنان، وهون عم شوف الأستاذ ميشيل أبي رميا مع زوجته حاضر خلال هالحفل. كمان أستاذ ميشيل أبي رميا كان له حديث للأم تي في، شو أبرز اللي قاله جورج بهذا الحديث؟ يبدو أنه رجع بقوة على الساحة وما ترك أبدا وكمان دعم الرياضة، أكيد صار في شوية أمور سابقا من حيث الرخصة لترجع الانرجي درينك بلبنان، يبدو أنه رجعت الأمور إلى سكة صحيحة مش الحال، ورح نتابع سوا شو أبرز اللي قاله وإعلان هام كان عم بيقوله خلال الحديث. تنتجي على الغاز رح تكون داعمين مثل ما كنا بالماضي، رح نكفي هالدعم لانه بعدنا عندنا هالايمان انه ندعم الرياضه وكل شخص بنحس انه بده يوصل لمركز معين نحن رح نوقف حده، اخذنا عهد على خاصه بلعبه الكره الطايره وعم نشوف انه كل يوم عن يوم عم تتحلى اللعبه وعم تصير احسن. تواجدنا مع كل النوادي كان بكسروان ولا جبال هو نوقف حدهم لانه النوادي بحاجه لاي دعم معنوي ومادي. بدي اقول مبروك هون لنادي الانوار والزهره اللي وصلوا على الفينال، وكذلك مبروك لبطل لبنان اللي كمان اخذ المركز الثالث، وبدي اقول مبروك هون كمان لليو بي اي اليوم كمان ربحوا مركز صاروا باخذين اثنين على الحكمه وهذا انجاز كثير كبير كجبالية نحن منشوف حالنا. نذكر أن الحديث إلي كان قبل المباراة الثالثة بين يوبي أكيد يشد إيدنا على إيده، وأشخاص مثل أستاذ أبي رامية لازم يتكرم لأنه عن جد الإنسان اللي مثله عم بيحط هدفه أنه يساعد بالرياضة كان بالفوليبول
او بالباسكتبول هذيك سين اكس اكس ال، اشخاص مثل هذا الشخص عن جد لازم يتاخذوا بهالاعتبار. بتعرف شو انا التكريم الكبير له اذا بس مو ما بيقبل حاليا انه يكون له بوست رياضي مميز بعالم الرياضه؟ لازم شخص مثله. بس حاليا ما بده. اول شيء قال لك لما البرودكت تبعه رجع انسمح ينزل، قال لك بدي ارجع ادعم كل الرياضه. لانه هو بحب الرياضه. طب انه في احسن يعني، هذا الانسان اللي مثله لازم يكون كلنا حد ونساعده وخليه يفوت يدعم كل الرياضه. ونحن هذا اللي بنعمله على كل حال من خلال صداقتنا له ومن خلال صداقتنا لك نحن معكم بنادي الحكمه. بس بدي اطلب من كل يلي بحب الحكمه يخفف شوي حملاته هون وهون وهون وهون، يتركهم تشتغلوا انتوا اولاد النادي، ان شاء الله تقدروا توصلوا للمطلوب، لانه بعتقد السنه انتهت. يعني انا برايي بدها خطه انقاذ لنادي الحكمه ان شاء الله. لازم نعمل طريقه، لازم نعمل برنامج عمل لسنين قادمه اللي كنا عم نخطط له من سنتين. بدها ستابيليتي 100%. هذا المطلوب. علي نحن رح نكون معك نهار الاحد، وكل هيئه ماراثون او نص ماراثون طرابلس، ونحن عنا اصدقاء كثير بطرابلس، رح نشوفهم نهار الاربعاء، ورح نشوفهم الاسبوع المقبل الاربعاء. عنا زهره انوار كمان بفينال الفولي بول، فبنتمنى لكم التوفيق. نحن بس بدي اقول لك هذا السنه عنين شعار، بدكم تشكروا حدا قبل ما نختم؟ هذا شعار من السنه، كل سنه بنختار شعار، هذا بنركض للوطن، يعني دعم للجيش اللبناني ووفاء لشهدائه. الي انا بدعيك اول واحد تكون معنا ان شاء الله. اكيد الي الشرف كون موجود فوق. وكل الرياضيين بلبنان الباسكت والفوتبول والالعاب. وبدنا نشكر بنك ماد يلي عم بيكون الى جنبكم، ووزاره الشباب والرياضه وتنظيم جمعيه لبنان. وقياده الجيش والقوات الامن الداخلي وكل الاجهزه الامنيه اللي عم يشاركونا بالتنظيم. شكرا لكم، وشكرا لجميع يلي عم بيساهم بانجاح الرياضه بلبنان. بنرجع بنلتقى، شكرا لكاردو ايضا ولجورج سويدي، بنلتقى اذا الله راد تنال مقبل بحلقه جديده من سكور.